من الناحية النظرية لا يمكن أن يطرح مرشح أو أن يطرح مرشح نفسه على الناس دون الحديث عن برنامج انتخابي، ولو حتى عن الملامح العريضة لسياسة داخلية وسياسة خارجية وسياسة اقتصادية وكيفية حل الأزمات المزمنة. لكن عشان نكون أكثر واقعية وعملية، إحنا بنتكلم على الانتخابات الرئاسية المصرية في نسختها الجديدة لأربع سنوات مقبلة، في محدودية للحديث عن البرامج أمام يعني للأسف زيادة مساحة للحديث عن الأشخاص أنفسهم. وإحنا طبعا بنتحدث عن مرشحين أساسيين حتى هذه اللحظة، سواء السيد عبد الفتاح السيسي أو السيد حمدين صباحي. فإحنا لو بنتكلم من ناحية نظرية فقط فيبقى الكلام عن البرامج الانتخابية له تأثير، ولو هنتكلم من ناحية الواقعية العملية فالمرشحين معروفين جدا لغالبية الشعب المصري. التنافس بينهما أعتقد حينحصر في قضايا أساسية دون تفريعات على هذه القضايا. في أزمات حيشترك الاثنان، أو أعتقد أن الاثنان مطروح عليهما أسئلة بخصوصها، زي مسألة الملف السياسة الخارجية وعلى رأسه قضية أزمة السد الأثيوبي، التعامل مع دول الجوار، التعامل مع الملف الإيراني، الملف الخليجي، العلاقات مع واشنطن، العلاقات مع روسيا. ده أمر حقيقي مشترك. طب أستاذ نادر، يعني عذرا المقاطعة، سؤالان هنا. أولا، هل تعتقد بأن يعني لازالت طبعا اللجنة العليا لغاية يوم 20 إبريل لتتلقى الطلبات للراغبين في الترشح، باعتقادك أنت هل هناك من سيضاف إلى المشهد لتغيير ربما بعض الشيء المشهد التنافسي المقبلين عليها؟ ولغاية الوقت زي ما قلنا مرشحين المحتملين الأساسيين السيسي وصباحي مع حفظ الألقاب بالطبع. والسؤال الآخر، يعني هل اولا ده على ملمح او ملامح المشهد الانتخابي، والسؤال الاخر بما اشرت لي الان، هل الناخب في انتظار البرنامج الانتخابي حتى للمرشحين الاثنين الذين اشرنا اليهم حتى للتاكد بانه على الدرب الصحيح، ام هو لا ينتظر اصلا البرنامج؟ بالنسبه للسؤال الاول، يعني برضو مع كامل الاحترام لكل من لديه الاهليه لخوض هذا السباق، لكن الوقت المتبقي اصبح قصير للغاية لمرشح جديد ولو حتى كان صاحب اسم ووزن أن يضاف إلى هذه القائمة. فرصه للفوز هتبقى ضئيلة ومحدودة مقارنة بالزخم اللي أخذوا الاثنين المرشحين الأساسيين من السيد عبد الفتاح السيسي أو السيد حمدين صلاحي. فمن ناحية العملية هيبقى صعب جدا أن يضاف إلى القائمة أسماء جديدة. أما الأمر الثاني ففي محدودية في تأثير البرنامج على آراء الناس، لكن في أسئلة رئيسية زي ما قلت لحضرتك لابد أن تطرح على المرشحين. مدى استطاعتهم الإجابة عنها بصورة بعيدة عن الشعارات الفضفاضة وبعيدة عن الوعود اللي صعب أن تتحقق في الأربع سنوات، أنا أعتقد أنه هيبقى فيصل إلى حد كبير في اختيار الناس. نعم، شكرا لك أستاذ نادر بكار. وأتجه للدكتور علوي أمين الداعية الإسلامي. يعني دكتور علوي، بعد الترحيب بك وأنت تتابع المشهد السياسي المصري، وطبعا نتحدث عن الانتخابات الرئاسية، نتحدث عن البرنامج الانتخابي وهو يعني وعد ما بين المرشح وبين الناخب. كيف ترى أنت البرامج الانتخابية عامة، وكيف تراها في الحالة المصرية، وما يفرضه هذا البرنامج من عقد بين المرشح وبين الناخب أيضا؟ شوفي ست الكل، هو هناك أمرين يجب نعرفهم كويس قوي. الأمر الأول أن الناخب المصري أصبح لديه وعي غير ما يتوقعه البشر. إن الناخب النهاردة وعي تماما فاهم تماما استطاع يغير لرئيسين في خلال ثلاث سنوات، قادر ان هو يدي الرأي الصحيح لكل شيء. ادي واحدة. الثانية، البرنامج ده عهد بين المرشح بين الناخب، يوم هيخرج عليه الشعب. دي قضية يعني أصبحت حتمية. أنا لما بشوف برنامج المرشحين السابقين والرئيس السابق، يوم بعد 100 يوم كلامه الناس خرجت عنه. في قضية أصبح الشعب المصري لديه الوعي الكامل والسليم. إذا أنت الدكتور الأخ نادر بكار أعجبني جدا في تحليله، أن هذا هو الواقع المصري الآن. نعم.
يعني معنى ان احنا نقول برامج ايوه البرنامج من له برنامج اقوى ومن عنده مصداقيه على تحقيق البرنامج ومن خدره الناس. يعني النهارده لما نقول المشير عبد الفتاح السيسي والاخ حمدين صباح الاثنين هل هم في موازنه واحده مع الشعب؟ يعني كده بقى مظلم. نعم. لأن الشعب يكاد يكون اختار. إذا دكتور علوي أنت تراهن على وعي المواطن المصري في حسم فعلا. هذه الانتخابات. شكرا لك دكتور علوي. دكتور أحمد العناني حزب مصر الديمقراطي، السؤال ذاته يعني بعد الترحيب بك بالطبع دكتور أحمد، برأيك وبمتابعتك للمشهد المصري المتغير كل يوم ومعك مع عدم يعني باكتمال بعض ملامح المشهد الانتخابي الرئاسي الاستحقاق الثاني في خريطة الطريق، كيف أين تضع أهمية البرنامج الانتخابي في المشهد الانتخابي؟ مبدئيا خلينا نقر ونعترف أن مش كل جموع الناخبين بيهتموا بقراءة البرنامج الانتخابي المرشح، وأن فقط الكتلة الحرجة من الناخبين هي اللي بتهتمها، هي الكتلة اللي بتنتمي عادة للطبقات المتوسطة أو المتوسطة العليا. الكتلة دي طول الوقت محتاجة أن هي تسمع خطاب عقلاني، خطاب له ملامح واضحة وله سقف زمني واضح أيضا. وكل ما كان أقرب إلى العقل وبعيدا عن العاطفة كل ما كان مدى اقتناع هذه الكتلة بهذا البرنامج أقوى وأكثر. في الوضع الراهن في الانتخابات المصرية باعتقادي أن وجود البرامج الانتخابية مهم جدا جدا جدا، خصوصا وأن المصريين الذين لم يحسموا قرارهم حتى الآن طول الوقت حاطين نوع من أنواع المقارنة ما بين المرشحين الموجودين كابتن حسين صباحي والسيد عبد الفتاح السيسي، وطول الوقت مستنيين يشوفوا نقاط القوة والضعف في البرامج الانتخابية. حتى وإن ما كانتش البرامج الانتخابية طول الوقت بتنفذ بالشكل الحقيقي، بس هي في الأول وفي الآخر عقد ما بين الناخبين والمرشح. طب دكتور عناني عذر تفضل. ما ننساش إن الناس طلعت على الرئيس محمد مرسي وخلعته لأنه لم يفي بالوعود التي كان قد ذكرها في برنامجه الانتخابي الخاص. صحيح. طب دكتور عناني دعنا نتفق بأن البرامج الانتخابية ستتشابه في رصد المشكلات، وما هي المشكلات لأننا في وطن واحد، ما سيختلف هو ربما المعالجة أو خطة العمل بقى يعني على الأرض في الواقع. يعني برأيك ما هي المحددات التي يعني يجب أن يعني أنه يعني يدور عليها الناخب في البرنامج الانتخابي للمرشح؟ يعني لأنها هتكون المشاكل يعني فكرة أنه كلنا هنتكلم في التعليم والصحة وسد النهضة وكذا، المواطن العادي يعرف هذا، لكن ماذا عن المعالجة؟ يعني ما هي المحددات برأيك؟ برأيي المحددات واضحة جدا. أول هذه المحددات هو إيجاد طريقة عملية لإدارة هذه الأزمات والمشاكل بطريقة تختلف عن السابق عن الماضي. إحنا مشكلة المصريين أن جميع الحكومات المتعاقبة حينما تأتي إلى الحكم تعالج نفس المشاكل بنفس الطرق القديمة لأنها ببساطة ما تعرفش طرق ثانية. احنا محتاجين طرق زي ما بيقولوا خلاقة ومبدعة في ايجاد حلول لهذه المشكلات ونظام ادارة مختلف. ده النقطة الاولى. النقطة الثانية ودي الاهم حقيقة ان برنامج الانتخاب يكون واقعي، ان ما يكونش فيه مجموعة من الاحلام والطموحات التي ابعد من التطبيق. كل ما كان البرنامج واقعي اكثر واضح اكثر له سقف زمني محدد، يعني أن تكون المشكلة الفلانية سيتم حلها بالطريقة الفلانية في مدة زمنية أقصاها كذا، كلما كانت أقرب إلى مخاطبة عقل الناخب المصري. نعم. وخصوصا في الانتخابات القادمة، لأن الانتخابات القادمة هي مش انتخابات جماهيرية، ما فيهاش حراك جماهيري في الشارع، ما فيهاش فكرة مؤتمرات جماهيرية وما إلى ذلك. الانتخابات القادمة هتعتمد بشكل كبير على البرامج الانتخابية وعلى الخطاب السياسي والإعلامي. وضحت الفكرة تماما. شكرا لك دكتور محمد أحمد العناني حزب مصر الديمقراطي، والشكر موصول دكتور علوي أمين وأيضا أستاذ نادر بكار. شكرا لكم جميعا لوجودكم في همزة وصل. الآن نتجه مرة ثالثة وأخيرة إلى إيمان الشيخ والتعليقات والمشاركات التي وردت وتتواصل على صفحة البرنامج على فيسبوك وتويتر. إليك إيمان، ما الذي وصل إليك حتى اللحظة؟ نعم مي، سريعا مجموعة أخيرة من هذه التعليقات التي وردت إلينا. هشام عبد المنعم يقول ما زلنا في مصر تحكمنا العاطفة قبل العقل. محمد منصور يقول بالتأكيد لا، لن تؤثر البرامج الانتخابية لأن الانتخابات تكاد تكون محسومة لمرشح بعينه سواء وجد له برنامج انتخابي
أو لا. هيثم قاسم يقول لا لن تؤثر البرامج الانتخابية على رأي الناخبين. عماد بدري يقول نريد فقط برامج انتخابية أكثر مصداقية. تعليق آخر من رأفت حسين وهو يقول أن البرامج الانتخابية لن تؤثر على آراء الناخبين. هاني يقول أكيد سيكون لها تأثير كبير بس كفاية وعود كاذبة، نريد أفعال ومصداقية كي نتخطى هذه المرحلة. أما محمد عاشور يقول الشعب المصري بطبع طيب وأي كلام معسول لازم حيأثر فيه، فالشعب المصري الآن يتحرك بإحساسي. أما إيهاب شعبان يقول أعتقد من سيكون أكثر مصداقية هو من سيؤثر على رأي الناخب، فنحن نعيش الآن أزمة ثقة. إبراهيم شريف وهو له رأي خاص يقول هذه الانتخابات بالذات أعتقد أنها لن يكون لها برنامج انتخابي من الأساس لأي من المرشحين للرئاسة. تعليق آخر معنا من محمد العريشي من الزقازيق يقول أولا تحياتي لكل العاملين في البرنامج، ويقول أن الشعب المصري لن يقتنع الآن بأي برنامج انتخابي يعرض عليه. ماهر عبد المحسن يقول البرنامج الانتخابي يحدد فكرة المرشح للانتخابات الرئاسية ما يوضح رؤيته للناخبين من المواطنين، لكن البرنامج الانتخابي لابد أن يكون شاملا لكل التفاصيل ما يسهل على المواطن انتخاب الأفضل. عبد الناصر الكومي يقول لن تؤثر البرامج الانتخابية على رأي الناخب الذي يختار منذ عقود بشكل نفسي وعاطفي. مشاهدينا أكون الآن قد وصلت معكم إلى نهاية هذه الفقرة الخاصة بالتواصل الاجتماعي. عودة أخيرة للزميلة مي، تفضل. شكرا لك إيمان. إذن البعض يرى بأن البرامج الانتخابية لن تكون مؤثرة في الانتخابات الرئاسية القادمة، والبعض الآخر يرى أنها ستكون مؤثرة، ولكن المصداقية والواقعية هما كلمتا السر في هذه البرامج الانتخابية. بقى فقط أن ننوه لحلقة الغد وهي كيف ترى تأثير الدعم الشعبي على المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية. انتهت حلقة اليوم من همزة وصل، هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.